يعيش قرابة المليون نازح داخل مراكز الإيواء المنتشرة في قطاع غزة ظروفا قاسية وغير آمنة صحيا، كونها غير مؤهلة لعيش هذه الأعداد الكبيرة لأيام طويلة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، من بينها المستشفيات التي هي في الأصل عرضة لنقل الأمراض للنازحين بداخلها، في ظل تكدس المستشفيات بأعداد كبيرة من الجثث، إلى جانب اكتظاظ المدارس التابعة للأونوروا والتي تحوي فصولها الضيقة على العشرات من النازحين الذين يستخدمون مستلزماتهم الشخصية بشكل جماعي، عدا عن تراكم النفايات بالأطنان داخل هذه المراكز بالتزامن مع توقف عمال النظافة عن العمل منذ بدء الحرب، الأمر الذي يزيد من فرص نقل الأمراض بين النازحين. الواقع الصحي الذي تعيشه غزة بفعل الحصار المتواصل الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي وخروج عدد كبير من المستشفيات عن الخدمة يحول دون إمكانية توفير علاج كاف للمصابين والذين قد تزداد أعدادهم مع مرور الأيام. ففي غضون أسبوع واحد من غياب المياه النظيفة ظهرت حالات إسهال عديدة بين الأطفال، إلى جانب تعرض بعضهم لأمراض جلدية تستدعي تدخلا علاجيا سريعا وفق وزارة الصحة في غزة. كما أن الحصار الشديد أجبر السكان على استخدام المياه الملوثة وغير الصالحة للشرب، ما يزيد ذلك من احتمالية انتشار الأمراض السارية ولا سيما الكوليرا وأنواع الفيروسات والبكتيريا الخطيرة الأخرى بين الأطفال وكبار السن والحوامل ومرضى الضغط والسكري ومرضى الكلى، كونهم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض وفق مختصين، وذلك بعد تسجيل حالات تسمم وعدوى فيروسية وبكتيرية في صفوف شريحة كبيرة من النازحين داخل مناطق في جنوب قطاع غزة، وسط مخاوف من أن استمرار أمد الحرب وتعنت الجيش الإسرائيلي في إدخال الاحتياجات الأساسية ربما كل هذه الأسباب ستؤدي إلى وباء خطير بين النازحين. بالإضافة إلى ذلك، فإن حياة مليون طفل في غزة باتت معلقة بخيط رفيع مع انهيار القطاع الصحي والاستشفائي والإصابات التي تتزايد بإطراد بما يفوق الخدمات المقدمة، يستدعي التدخل الفوري والعاجل للمنظمات الدولية لإنقاذ آلاف الأرواح المهددة بهذه الكارثة الإنسانية الطارئة.